السعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر. الحمد لله النهاردة بدأت الانتخابات صبيحة اليوم. انتظم السادة القضاة والسادة الضباط والسادة ضباط القوات المسلحة في جميع اللجان، وبدأت عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم. دور الشرطة ودور القوات المسلحة مقتصر حاليا على تأمين العملية الانتخابية من خارج اللجنة وانضباطها، بحيث يتم ضبط ما يعكر صفو العملية الانتخابية في أي وقت من أي من المواطنين، أو لو تم استدعاء من قبل رئيس اللجنة داخل اللجنة فيتم التدخل فورا لفض أي منازعة داخل اللجنة أو أي مشاجرة أو ما يخل بالأمن. الحمد لله إحنا قربنا على منتصف اليوم حاليا، ولم نرصد أي تجاوزات أو ما يخل بالأمن سواء داخل اللجنة أو خارج اللجنة. وبنطمن الجميع إن في تأمين كامل للجان وكذلك للطرق المؤدية إلى اللجان. إن شاء الله اللجان هتغلق بإذن الله الساعة 11 مساء اليوم. هتستمر اللجان اللي فيه ناس متواجدين فيها في اللجان الانتخابية إلى غاية لما تنتهي عملية التصويت، حتى فترة الصباح، حتى الساعات الأولى، لو قدرنا حتى الساعة 2-3 الصبح لو في مواطنين متواجدين والقاضي قفل اللجنة لازم ينتهي منهم جميعا حتى ينتهوا من عملية التصويت. هيتم عقب ذلك بدء فرز في اللجان الفرعية وإعلان النتيجة، وينتهي بذلك اليوم الانتخابي بإذن الله، وتنتهي المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور.